أود أن أشير للجميع بنقطة هامة، حيث نود أن نعلن للجميع بأن هذه الصفحة أمامكم متاحة على الإنترنت، ويستطيع الجميع أن يصل إليها، إلى التحديثات التي ستكون موجودة في المملكة العربية السعودية، وهي covid19.moh.gov.sa covid19.moh.gov.sa، وسيكون التحديث عليها بإذن الله بشكل دوري، بحيث تكون المعلومة متاحة للجميع ويسهل الوصول إليها في أي وقت. نتمنى للجميع الصحة والسلامة والعافية، وشكرا لكم.